موجز الرياضة من صباح البلد. تأهل نادي الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على حسابه مضيفه دريمز الغاني بثلاثية دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد بابا يارا بكوماسي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. جاءت أهداف الزمالك عن طريق حمزة وسامسون أكينيولا ومصطفى شلبي، ويضرب الزمالك موعدا في النهائي مع نهضة بركان الفائز 3-0 في لقاء الذهاب ضد اتحاد العاصمة الجزائري، وانسحب من مباراة الإياب. من جانبه أعرب البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتأهل الأبيض لنهائي البطولة وتخطي عقبة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي، وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي إن دريمز يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ومن الصعب اللعب على أرضية هذا الملعب، لكن الزمالك نجح في استغلال الفرص التي سنحت لنا في اللقاء، مؤكدا أن فريقه يستحق الفوز والتأهل. وإلى مسابقة الدوري الممتاز والتي شهدت مباراتين من العيار الثقيل ضمن الجولة 20، حيث تغلب المصري البورسعيدي بهدف نظيف على الداخلية في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب. بهذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 11 نقطة في المركز الأخير. وفي لقاء آخر تغلب نادي سموحة على المقاولون العرب بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان. بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 12 نقطة السابع عشر. وما زلنا مع الدوري المصري، حيث يواجه فاركو نظيره سيراميكا كيلوباترا في السابعة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. يدير اللقاء حكم الساحة محمد العتباني والمساعدين أسامة السيد وإسلام أبو العطا، وحكما رابعا السيد منير، وحكم فيديو محمد عباس قبيل، وحكم فيديو مساعد هشام القاضي. يدخل فريق سيراميكا لقاء اليوم بعدما وصل للنقطة 24 محتلا المركز السادس، بينما يستمر فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة. وإلى الدوري الفرنسي، حيث توج فريق باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي باللقب بعد خسارة فريق موناكو أمام نظيره أولمبيك ليون، حيث كان يحتاج الفريق الباريسي لنقطة وحيدة لضمان التتويج. يعد هذا التتويج هو السادس تواليا لفريق باريس سان جيرمان والثاني عشر في تاريخ النادي. وخسر فريق موناكو أمام نظيره أولمبيك ليون في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الفرنسي بنتيجة 2-3 في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد كروباما ستاديوم. حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز. يملك مانشستر سيتي في رصيده 79 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة خلف أرسنال المتصدر. تبدو حظوظ سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة هي الأوفر لحصد اللقب مع مباراة أقل له عن الأرسنال. توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم 2023-2024 بالفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 3-1، وذلك في مباراتهما التي أقيمت على صالة النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة. حصد نادي بتروجيت الميدالية البرونزية بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، وتأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على بتروجيت 3-0، بينما حقق الزمالك الفوز في نصف النهائي على طلائع الجيش بنتيجة 3-2.
توجت البطلة المصرية فريدة محمد بلقب بطولة سان جيمس لسيدات السكواش، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 24 إلى 28 من أبريل الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 20,000 دولار. فازت فريدة محمد في المباراة النهائية على مواطنتها منة حامد بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 50 دقيقة. ويستعد أبطال السكواش المصري للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 إلى 17 من مايو المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 مليون دولار للرجال ومثلها للسيدات. نهاية الموجز الرياضي فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، عندنا لسه فقرات تانية.